يعني بالتأكيد أولا سياسات النظام هي السبب في تأجيج كل الاحتجاجات من بداية الأحداث في عام 2011 إلى اليوم، وما زال يستأثر بأعمال التخريب، النهب، السلب. تقوم عصابة يعني متغولة في المجتمع وفي الدولة وفي المؤسسات بنهب خيرات البلاد وترك الناس في حاجة وفي يعني أوضاع سيئة باستمرار. وبالتالي المحاولات الأخيرة في تأجيج الوضع الأمني والقرارات الاقتصادية قدمت مزيد من يعني الحطب لهذا الجمر المشتعل، وبالتالي زادت الاحتجاجات وظهرت في الأطراف على الأغلب في الساحل في درعا والسويداء، وأعتقد أن الإمكانية لأن تنتشر إلى الداخل فيها صعوبة، ولكن مع ذلك الجميع متأثر وقد تنتشر هذه الاحتجاجات إلى كل المناطق. النظام هو المسؤول أولا وأخيرا. يعني سياسة اللامركزية في كل المناطق السورية عبر تشكيل إدارات ذاتية موجودة، ونحن نشجع على قيام مثل هذا، لأن حكم المناطق من قبل أبنائها يعني إمكانية إبعاد الاستئثار من قبل عصابات متغولة كما يحصل في عصابة البعث منذ تأسيسها وعصابة الأسد منذ وجودها بعد 70 والحالية التي تستأثر بخيرات البلاد. كما نعرف أنه يأتي إلى سوريا مساعدات كبيرة لا يحصل الشعب على عشرها والباقي يتوزع على أزلام النظام. هناك فئة من النظام وأتباعه يعيشون حالات يعني فوق الريح، والشعب يزداد بؤسا وتعاسة. وبالتالي فإن إمكان قيام إدارات ذاتية في المناطق يعني أن أبناء الشعب والمسؤولين عن المناطق هم الذين يواجهون أهلهم في كل يوم، وهم مسؤولون عن إنجازات تنفع الناس وتقدم الخير للجميع. المركز له وزارات سيادية أساسية، أما بقية يعني الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات يجب أن تكون في مناطق الإدارات وتقوم بها الناس الذين ينتخبون من قبل أبناء المنطقة. نحن لم ننقطع عن تواصل بكل أبناء الشعب السوري وخاصة في الداخل، ولنا مع أبناء السويداء حوارات وتواصل ولقاءات، ويعني يمكن أن نقول أننا لم نتوقف يوما عن الحوار حول مستقبل العلاقة بين أبناء الشعب السوري. وبالتالي فنحن على صلة بما يجري ونعرف ماذا يجري ونعرف كثير من الأمور، ونشجع على أن يكون هناك إمكانية لقيام إدارة حقيقية في الداخل في السويداء وفي درعا أيضا وربما في الساحل إذا أمكن ذلك، لأن هؤلاء يستطيعون إدارة أنفسهم بأنفسهم. وأعتقد أن الجميع يعرف أن تواصلنا مع أبناء الشعب السوري لم تتوقف يوما. يا ابن السويد العار والقوة، في حسابات السياسة نحن أيضا لا نتوقف عن الدعوة إلى التفاوض من أجل حل سياسي مستدام مع جميع أطراف الشعب السوري المتناحرة، لأننا نتواصل مع المعارضة السورية ونريد أن نصل معهم إلى مفاهيم حقيقية من أجل الحل السياسي، والتواصل أيضا مع أطراف من النظام يمكن أن نصل معهم إلى حل سياسي. وبالتالي التمنع والعناد هو صفة النظام، فلم نصل معه إلى نتيجة، لكن إذا قرر أن يصل إلى موقف في حسابات الحل نحن مستعدون للتفاوض، ليس لدينا مانع ولا نتوقف عن أي حوار ما دام بابه مفتوح.